خرج سيدنا سليمان عليه السلام الى البحر وجلس على الشاطئ فراى نمله تحمل حبه قمح تذهب بها نحو البحر فجعل سليمان ينظر حتى بلغت ماء البحر فاذا الضفدعه قد اخرجت راسها من الماء وفتحت فاها فدخلت النمله وغاصت الضفدعه في البحر ساعات طويله وظل سليمان جالسا يفكر في ذلك متعجبا من امر هذه النمله وهذا الضفدع وما زال سليمان يتفكر في الامر ودعاها سيدنا سليمان ليسالها ما شانها واين كانت فقالت النمله يا نبي الله ان في قعر البحر الذي تراه صخره مجوفه بها دوده عمياء وقد خلقها الله هناك فلا تقدر ان تخرج لطلب معايشها وقد وكلني الله برزقها فانا احمل رزقها وقد سخر الله تعالى هذه الضفدعه لتحملني فلا يضرني الماء فقال سليمان عليه السلام وهل سمعت لها من تسبيحه قالت نعم انها تقول يا من لا تنساني في جوف هذه الصخره تحت هذه اللجه برزقك لا تنس عبادك المؤمنين برحمتك تعددت معجزاتك وزادت الافتراءات عليك يا نبي الله لابد ان تكون لنا خطه بديله فخطتنا بإثارة الشبهات حول سليمان لم تنفع نقول إنه تقاتل مع إخوته للفوز بالعرش نقص رواية أبشالوم بن داود الذي سلك طريق الأشرار وحاول أن يأخذ الملك من أبيه وإنه أحق بالملك من سليمان يا هشان المعروف أن أبشالوم كان شريراً وانه مات بعد ان اعلن الحرب على ابيه داود وهذه امور سيشكك فيها الناس لا عندي فكره اقوى فما هي يا قيساء نجمع اموالنا ونقيم كيانا ماديا قويا نجذب به البسطاء نحونا هيا فلنجمع اموالنا ونقوي تجارتنا ادفع عمري لاسقاط سليمان من عرشه هذه الخطه محكمه ولن تخيب هذه المره كهرمانه هل حدثك الصاف في شيء لا يا ساجيه لم يحدثني لعل الله يشرح صدره لك يا حبيبتي اللهم اختر لي وله الخير. آمين. من الطارق؟ لا أعرف. من بالباب؟ أنا من أعطيتك الذهب والفضة لتتوقفي عن اتباعك لسليمان. من أنت؟ ومن الذي بعثك إلي؟ بنو إسرائيل. إسرائيل كلها أصبحت ضد سليمان الساحر المزواج. بل أنتم الكاذبون، أنتم المحرضون على اتباع الهوى والضلال. إذاً أنتم لا تريدون الذهب والمال. لا نريد منك شيئًا. لماذا البكاء يا ساجية؟ هُوشان <applause> هو الذي هو حرض الناس على نبي الله. هُوشان؟ اللهم اهد قلبه يا رب العالمين هوني عليك يا اختاه هوني عليك يا قوم يا قوم هل يستطيع احدكم ان يجيب عن سؤالنا لماذا يتزوج سليمان كل هؤلاء النساء لماذا انه حب الدنيا وحب الشهوات وحب الطرف والبذخ البعض منا قد لا يجد امراه واحده يتزوجها فكيف لسليمان كل هذا كيف الله الله الذي من على نبيه سليمان بتسخير الانس والجن والريح والطير اراد ان يمن عليه بفضل بزواجه بكل تلك النساء وكم عددهن يا ترى الله اعلم ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء يريدون ان يقضوا على نبي الله سليمان ماذا فعل لكم هذا النبي الملك الذي رفع الله به بني اسرائيل لا ادري ماذا يريدون من نبي الله سليمان متى ستصبح ملكا لسبا يا عروه لقد مللنا من بلقيس وحاشيتها الغبيه قريبا قريبا يا بلقيس قريبا ساتوج ملكا على عرش سبا وكان سليمان عليه السلام اذا جلس على كرسيه جاءت الجن والانس والشياطين فاصطفوا حوله على كراسي معده لهم وظل سليمان يدعو ربه رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما امطرت السماء منذ بنيتها نعم لقد ابتلى الله عز وجل نبيه سليمان حتى يعرف ان الله هو القوي المدبر لكل امر فيقول المفسرون في هذه الايه اما ان الله تعالى اجلس شيطانا على كرسيه يدير الامور وسليمان عاجز وقتها مسلوب القوه واما ان سليمان كان مسلوب القوه يجلس على الكرسي سواء كان هذا او ذاك فلقد مر سليمان بهذه المحنه ليعلم الجميع ان الله هو الذي يملك كل شيء بعدها رجع سليمان لملكه اقوى بعد ان استغفر وحمد وشكر فلقد وصل ايمان سليمان لحق اليقين